وقال جلالته عن سياسة العراق تجاه الدول إنها تقوم على، واحتشدت جماهير الشعب تحيي سيد البلاد. حتى جاءت الثورة العراقية الظافرة المظفرة، ثورة 14 تموز التي ما عرفت يوما لقاسم الشعب مكانا بينها في مساجد الله. تعرفون احنا الوحيدين بالعالم اللي ماضينا احسن من حاضرنا؟ هسه تقولوا لي شلون؟ راح اقول لكم، الناس من صارت الجمهوريه قامت تتحسر على الملكيه، وكل قائد يجي نقول القبل احسن، الى ان جونا اللي ما يرحمون، وهم خارج نطاق المقارنات كلها، مو بس بالعراق، لا سووا اللي ما سواه هتلر وموسوليني بالاجرام، ولذلك وصلونا المراحل بحيث نسبه الالحاد بالعراق بوقتهم صارت فول، فالافضل للكل إنشاء المملكة العربية المتحدة، لأن هذا الحل هو اللي بالفعل راح يبني جبل النار بيننا وبين إيران. وانضم ويانا أخوتنا السوريين اللي ضاقوا من نفس الكاس اللي شربنا منه، واللي يريد يجي كل الهلا ومرحبا بي، والما يريد خليه يبقى تحت رحمة إيران والميليشيات. خلونا نبدي مستقبل ولدنا ونضمن لهم حياة كريمة، لأن أكو جيل صار لأكثر من 6 سنوات عايش بالمخيمات، والجماعة كلهم دا يضربون بجلد الرفاعي وما مهتمين، انشرقت وانغربت.